كما قلت لكم من اين نبدا الموسم؟ نقول لك ايه الشهادات 21 في الخليه 21 يوم هو بره يبقى انا 41 يوم 42 يوم 45 يوم ابدا تطوير الطيبه او النشاط الطيبه قبل الموسم 45 يوم. طبعا الكلام ده ليس له اساس خالص من العلم ولا من الصحه ولا تعرف الناس اللي قدام قالوا ايه؟ الناس اللي قالوا نبدا في النهايه من الموسم السابق. يعني معنى ايه نبدا في النهايه من الموسم السابق؟ يعني انا عندي خليه في موسم الضوء من الضوء على 9 دبلوز على 10 دبلوز، الضوء هتبقى 5 دبلوز ولا اكلم الخليه 9 دبلوز 10 دبلوز؟ اكلم الخليه في النهايه كلمه ثالثه. احنا عندنا 4 موسم الحبوب اللي خاف الضوء بيبقى غني جدا ومتوفر جدا. فبرز اللي بيحصل ان ساعه الموسم بيخلص عندي هنا اصبح مدخول حروب اللقاح قليل، تبدا الملكه ما فيش حاجه طبعا، تبدا الملكه تحط في وسط العماره الغير، يبدا عدد الوصيات اكثر من عدد المواليد، يبدا الخليه تقل تقل تقل. طب انا كنت بلاقي حروب لقاح، طب انا اشوف ايه وزير بوزه الخليه واحنا بنشتغل فيها، كتاب مكتوب في الخليه فيها حروب لقاح ما فيهاش حروب لقاح، عاوزه تغذيه ملكيه شكليه، فيها امراض ما فيهاش امراض، الناحيه شكليه ايه؟ الشمع يعمل ايه الى اخره؟ لابد ان الخليه اتعامل بهذا الكيفيه. لو انت بدات بحروب لقاح من اول شهر 9 خدت بالكم سبب ان الخليه القويه ما تكلفكش تغذيه وما تكلفكش مصاريف زي الخليه القويه. الخليه القويه هي خليه قويه لو في عز الشتاء والجو البارد ويكون احنا عندنا ما عندناش شتاء زي الدول الثانيه ممكن الشمس تطلع في ممكن هو في خلال نص ساعه يكون جاي اكله. الخليه الضعيفه على بال ما تفتكر ان الجو بقى الشمس طلعت وعلى بال ما تطلع يكون الجو بيبدا على بال ما تسرح يقول ان الديانه جت والجو برد وبعد يوم شتاء صغير اصبحت ضعيفه عاوزه تغذيه والتغذيه تستهلك كميه سكر كتير في انها تطلع طاقه. ده على عكس الخليه القويه نفس النحل الحاد ذاته بيدي طاقه. درجه حراره الخليه درجه حراره الحرارة درجه حراره الشباب في الدم الخليه استهلاكها اللي هو استهلاك الاعاشه مش استهلاك بيئه فئه وبالتالي هنا يختلف الوضع والخليه كانها قويه. تعالوا شهر واحد في شهر اثنين شوف النحل عندك ايه هيطلع منك 10 اذا يعني لو هم ما راعوش هتطلع طموح هيبقى انتاج متعاش ما استناش العسل بس يبقى ازاي طلع طموح مثلا في شهر اثنين عندك نزول فوق وطلع طلع طموح وطلع اخره من الاعوام في الفصل ودي نقطه مهمه جدا في فوق الطيران. بنيجي من العمل الخاصه بقى العمل الخاصه بالبيئه اللي انت يعني راس مال يكون لها دخل فيها. كيف يكون الدخل فيها؟ بالنسبه للعمل البيئي بقى اللي هي الحراره والمشروطه والرياح والنور وطول اليوم وقصر اليوم والقرعه ودوله المواسم دي كلها عوامل برضه من العوامل البيئيه اللي بتؤثر على الحياه الملكه في الطيب. يعني مثلا ايه؟ احنا جينا سنه من السنوات عشان ظروف درجه الحراره والمطر والبرد عملنا صوف على المعيشه. عملنا اربع اللي في بعض الناس في اعراض زيارات منا ودلوقتي احنا بنعمل في المحاره بتاعتنا في المكان بنعمل صوره ابتداء من شهر 11 الجو يبدا يبرد بنعمل صوره على النحل بنسيب الفتحه اللي هي مفتوحه درجه الحراره هو يعني بتكاد تكون يعني زي درجه حراره الخليه والخليه دايما قالوا ايه؟ حتى بعض المدارس يقول لك ايه؟ التغذيه الخليفيه احسن من التغذيه في الشتاء. يعني لما تغذي النحل والجو دافي استهلاك النحل التغذيه واستفاده النحل للتغذيه احسن من ان انا اغذي النحل للكثافه في الشتاء. التغذيه في الشتاء ممكن تبرد النحل هتفتح الخليه وهتفضي التغذيه وهتبرد وهتبرد النحل لكن كل ما تغذيه في الخريف هيقوى النحل يبقى عندك جيش عندك عدد من النحل كتير يقدر يدافع نفسه ويقدر يعرف يتفرج في الشتاء حتى لو مليان امراض في النحل طبعا من الخليه القويه تقوم الامراض يبقى ده دخولي في ان انا اقدر ما اسيبش مثلا الخليه في الطيران الهوائيه ما عملش مصافات رياح الاقي واحد بيشتكي لي الناحيه تعبان واقول له انت يقول لك الناحيه تبع الشجره بس الشجره تسيب مضمر عليه في الشتاء في عوامل لابد ان الحاجه تدخل فيها ليه برضه وفي عوامل خاصه بكفاءه الايه؟ الماليه. طبعا اهم عامل وانا بعتبره دايما هو العامل الاساسي لان احنا لو سيبنا الظروف الثانيه كلها النحل يكفيك في ان هو يعدل وضعه بما يتناسب مع ظروف المحيطه به وسواء في الخليج. لكن النحال عنصر مهم جدا. دايما انا دايما كنت بقول ان وما منه نقول ان الاد اعداء النحل الاد اعداء النحل مع احترام الجميع اللي هو النحال الجاهل وكلمه الجاهل مش عيب. الجاهل مش عيب. النحال هو مش بيلف بالعمليات النحليه الصعبه.
الحمل هو بيستقصر يصرف على النحل، ان حمل هو كسول ان هو ما يروحش يقضي الاعمال النحليه في موعدها. وطبعا الحماشر الجمعيه غالبا مجهود كبير جدا بينزل انشاء اخير اسبيرز النحال، يعني اعتقد ما فيش كل شهر من الشهور بيعدي، يعني شوف احنا بقالنا كام شهر العام وبقالنا كام سنه نمتنع، لو كل شهر خدت معلومه واحده اعتقد زي ما كان الاستاذ بيقول ايه؟ يقول لي انتوا ما تقروش. يعني رغم ان هو طبعا يعني كان دايما بيعيب علينا ان احنا ما نقراش. لان ممكن مره ناخد ندوه ونلاقي ناس بتكتب كويس جدا، بس معلش ساعه النظافه اقفل الكود او اقفل الكشكول وكل سنه وانت طيب، وبعدين اجي وانا اشتغل والمشكله تحصل في النحل وبعد ما المشكله تعدي الله اعلم. ده انا كنت في الحلقه دي ليه احنا موضوعين؟ يعني النحل احد النحل الكبار في امريكا، وانا بقرا يمكن كنا بنقول ان احنا في كتاب اسمه عالم بلا نحل. ان حتى بيقول ان انا في اثناء فتره الشتائيه بعد فتره الشتاء قراءه جيده جدا في كل ما نشر عن النحل، على اساس ان انا استعد للموسم اللي جاي يبقى عندي كل ايه الحالات الحديثه الاربعه في تربيه النحل. فهو ده كان الاساس اللي بيقول ان انتوا ما تقروش، يعني مطلوب قراءه، وكل ما تقرا كل ما تطلع بمعلومات عسكريه على تحسين في تربيه النحل. احنا دايما كل ما كنا بنتكلم على تحسين في تربيه النحل نقول ايه؟ عاوزين نحسن السلاله، عاوزين سلاله جيده، وازاي نصل الى السلاله الكويسه، ازاي النحل يدخل في النحل وملكات جيده الى اخره. التحسين مش هو في بالك بس، التحسين بيرتبط بثلاث عوامل. عندنا ان انا ازاي احسن بالادوات. يمكن الحاج ابراهيم الحاج مأمون الدكتور فارق لما سافروا بره شافوا الادوات اللي بره شكلها ايه، واحنا الكلام ده قبل الانفتاح وقبل ما يبقى فيه حركه شويه كده في التجاره والى اخره. كان انا كنت لما اول ما كنت بسافر كنت بسافر حتى جوه العربيه جوه الغلبانه كنت الاقي فيهم تحسين في الادوات عندنا، كنت الاقي خليه كده زي الديكور جميله وحلوه. فاحنا برضه ما زلنا ليه؟ التحسين في الادوات مهم جدا لان احسن في الخليه. يعني من ضمن مقرات حاجتين اثنين يعني انا بعتبرهم هم في غايه الاهميه، ويمكن لهم مجال خاص بالطاقه وخاص بالاشكال وخاص بحاجات زي كده. اللي لو ان لما نعمل خليه على شكل هرم، لما نعمل جوده ممكن يبقى في الحسبان ان ايه بقى ان احنا نصمم خليه هرميه بالشكل نستفيد بالطاقه بتاعه الهرم، قالوا ان في نقطه معينه هذا الخليه نشطه جدا مفيش امراض، العسل اللي ياكل العسل هو العسل كله طاقه جدا وممتاز جدا. قالوا ان تصميم الخليه على شكل عين ثلاثيه يبقى الشكل الثلاثي، انا الشكل الثلاثي ده مش جاي بقى مش جاي، احنا برضه يعني عاوزين الثقافه تزيد وممكن نغير ممكن نطور ممكن، يعني الحاجات دي كلها مهمه جدا. واحنا لما بدانا عملنا شكل هرمي حطيناه على الخليات لقينا حاله النحل حاله مختلفه جدا، السلوك بتاع الشباب مختلف جدا. حتى لما العسل اللي دخلناه في اثناء طبعا عملنا تغذيه على اساس نشوف استهلاك النحل ومعدل تغذيه النحل والحاجات كلها، الموضوع اختلف خالص، لكن واضح شكل هرمي على الخليه. فاحنا لو عملنا الشكل الهرمي على الخليه او الخليه على شكل هرم، هل ممكن يمشي؟ هل دي حاجات بقى في حاجز لسه اختراق؟ يبقى المقصود بتحسين الادوات يبقى برضه الشمع مهم جدا، ان زي ما بقول لكم برضه من ضمن تحسين الادوات. انما ما فيش شمع الخليه مثلا خمس سنين واربع سنين والشمع يتقطع والشمع نهي ويبقى الشمع مقصور وديه الخليه والنحل يا عم نحي عارف تجمع مش النحل عارفه بتعمل ايه؟ يعني عاوزين احنا برضه زي ما بقول لكم نهتم بالنحل شويه. برضه البلاويز يعني مثلا يعني دي توصيه الناس اللي بتعمل بلاويز دي بقى مقاسات واحده كل حاجه واحده، ماليش احط بلاويز واشتري كذا بالوزن كذا مصدر، احنا بنعمل زوايا في وسط البلاويز وبنعمل لان طبعا المسافه النحليه مش مستطاعه، دي كلها اربع عمليات خاصه بتحسين الادوات. لما نيجي بقى التحسين ده على مستوى القراءه اللي هو برضه النحل، شفتوا النحل في كل حته والنحل هو الاساس في تربيه النحل. النحل التثقيف ازاي يختار الملكه ازاي ينتخب الى التحسين الوراثي برضه ابتداء ده مهمة الابحاث العلميه، مهمة مراكز البحوث اللي هي تبدا ازاي تربي نحل اتخاذ، يعني الناس انت اظن في المقام ده هو ان في واحد عمل بحث في النمسا اسمه غمر وده خريج اعلام، يعني لا مباحث ولا دكتور ولا الراجل ده كان عنده زرع في الخليج. والكلام ده انا فاضل انا شرطه سنه 2001 في مجله مبادئ النحل القاهره، وكان عنوان المقاله توالع الحروبه، واتكلمنا على طيروس الشلل الحال وهيصيب النحل وهيعمل كذا كذا كذا.